لابس الدرع عشان بنهاجم انا كله في كله احتاجش مساعد فارد الواجهة تشوف بن لادن خد بوكس في بوكس اكن ملاك رافع اليمين ولكن انتصرت جابتلي كذا حاجة اولها الضغط دخلت باليمين قلت اكلم دانت لقيت كلام غريب مش هوضح بالظبط مش هنكمل مع بعض الموضوع بالنسبة لي صعب لو السماء طبقت على الارض كل ده كلامي بعد ما فكر رافع الفعل ومانجا انا دم انا سوري في الكلمة حطيت على كله انا كاشح اللقطة وعارف الحركة وهنا الناس نفسه انا سهلة هقوله اوعى تبحلق عالصولة ولا تيجي تاخد لك صورة شغال والمهنة بدوسك وانا عالثابت اكتر من لوشة عالثابت انا لا ما بحلش كل ده كلام كل ده كان فلش واللي تخلى عني ما خلاص ما يهمش ما بردش لا خلاص ما تهمش اوعي تبص لغيري اقلب وشي وعاملي كميري انا مش انا وانا لغي تفكيري بايع الدنيا لكني شريك ايه نجمة في كتفي تشوفني ملازم كله في كله احتاجش مساعد فارد الوجه تشوف بن لادن ضارب الحتة عشان بنغازل رافع اليمين ولكن انتصرت جابتلي كذا حاجة اولها الضغط دخلت باليمين كنت اكلم طنط لقيت كلام غريب مش هوضح بالظبط رافع السلاح وما عنديش ندي هاتلك اي حد مش هتخلص ودي توكت الحزام ولا عيل يسندني زي الابتلاء مش هتخلص مني ولا رزمة ورزمة وباكو في الباك واقسمه نصين وافتحه منشاك على قد الايد اخصامي بيعاني انا رش مبيد واخصامي يبتاد مش جاي في حاجة انا شوق انا زي التمول انا دوخ مشوفتش ليمون بيروق مش جاي في نزول مش هسوح ايه قول ايه في الكلام ضيق على فكرة انا يوسف الكدواني فيري كتير انت كل شيء تلف اعدله بالبنسة وكل منكرة في البسه كاسكت طب اسمع يا بابا اسمع يا ابو خالو مين اللي تسوح وذكاءه خانه زي الحكومة يثبت في مكانه انا باشا تلميذة وقع له سنانه الكلام معايا على ثانية الا ثانية انا سبت الاولى وصاحبتي التانية حدفت الحدفة فانت خدت الرامية ما الكلام معايا على ثانية الا ثانية